يعني صراحة كنت مخطط انه اوكي كنت مخطط انه انا ماشي على الطريق انا رايح اصور، بس مثل ما شايفين برا كلها عتمة فما حقدر اصور، فضوّت انطر مضوء عشان اقدر. اليوم عن جد غير اي يوم، ماشيين الساعة 5، بدي احكي ماشيين الساعة 5:30، كرمال نوصل على الباترون 10 دقائق، ما بحياتي شايفها صراحة، مناظر كتير حلوة، فعن جد بيستحق المشوار. خليكم معنا بالفلوج، ما بعرف شو حيصير. حاليا ما نايم الا ساعتين، ما خلص حاليا ما نايم الا ساعتين، ف رح استخدم نومي بالبوصلة هلا ما الا دين. خليكم معنا، فاعملوا سبسكرايب اذا بعدكم عملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل شيء جديد، وفعلوا جرس التنبيهات اللي هو البل هيدا اللي حد سبسكرايب. ونشوف في شيء عم بعيط لي هونيك، هيدا هيك هونيك او هو مثلا هيدول عم يعيطوا لك، هي اللي تحت يمكن هلا بنشوف. ايه عم بيقولوا لك بدي صورك كنافة، ما فيها تمرق من حد المحل ما تاكل شيء. انا ما اشتريت، وحيط الله ما اشتريت، ما حظ عبير. اوكي حاليا نحن ببيروت، ف اخر ستوب تقريبا لنا وحنكفي لفوق. اوكي بدي البوستة يعني كنا مبسوطين وعم نغني، بس بنفس الوقت اللي صار ببيروت وبلبنان بشكل عام كان بقلبنا وما نسيناه، بس رجعنا شفناه بلحظة ما بعرف شو صار لنا. الكل سكت بنفس الوقت وكان بس عم يتفرجه ومنه بس عم بيصور، ما عارفين شو بدنا نقول. يعني شو بدنا نقول لست الدنيا؟ الله يحمي لبنان. وهون مثل ما شايفين استقبال كلابي غير شكل. شو هون عمي؟ روبو. حاليا عم نمشي بالممرات اللي فرجيتكم عليها كلها هيك لحديت هلا، مثل ما شايفين وراي وهون كمان، ف ناطر شي جديد حاليا مثلكم يعني. وخلينا نشوف شو حيصير معنا. المنظر ورانا جبل عالي كثير، وسامعين مي مش اكثر يعني. خليكم معنا الفوتوغرافر. Say hi. Say bye. ليك كيف بدي انزل هلا؟ انزل من هون. مسافة بعيدة. ليا تقريبا صرنا قريبين شوي. هي فطومة وهيدا البيت. ما بعرف شو. في عليه صليب هون إذا شايفين. كثير حجر وقديم. وهلا صار صوت المي قوي شوي جوا. شو في جوا؟ الكول. اوكي يلا امشي. في العزله يمكن هيدا مسله ما بعرف. هيك الطريق اللي وصلنا له شيء بجنن عن جد. الفيو حلو. عم بيقولوا قد ايه يمكن هلا الشلال، فرح نشوف. تقريبا وصلنا يعني، لانه هو اصلا طريق مش طويله. بس هون المنظر بيعقد ضروري. هيدا قاسم معنا. احلى جروب حالة. ما حدا صرخ غيري انا. اوكي دايما بنفش العهد. يعني هلا قدامنا منظر عن جد كتير حلو. وهيدا محمد ورانا. شجر يعني نازل هيك ابصر كيف، ما بعرف حاسس حالي بغابة طرزان. راح فرجيك عليها هلا. كلها هيك اصلا شجر كتير حلوة يعني عن جد. تمرق هيك
طريق مثل قش وشجر وشيء مدندلة ونهر، شيء كتير حلو. بس هلا حاليا ناطرين بس هيدا الشلال القوي اللي اقوى شلال بلبنان قالوا لنا عنه، فلنشوف اذا اقوى شلال بلبنان يعني. والله ضحك علينا. حاليا اول شلال بوجه، بعد في اثنين غيره بس هيدا الصغار يعني مش من الكبار. جبنا عليه. شيء بعقد يعني، بس هو هيدا مش كبير، كله اكبر منه، طالعين عليه بعد شوي. حتى في كون صبح طالع في قلب الماي، ما بعتقد اذا مبين يعني، ليش يكون مبين هنيك؟ ف يعني قاعد من العمر. مشهد رائع، amazing. المشهد مبكي هنا. وصلنا هلا لاخر الشلالات، شلالات فرخلدة. شوفي هاي تشان اللي الي، اقلع الله. هيدا نهيت الفلوج. عن جد الشلالات فيه رهيب، منظر بعقل. مش اكبر شلال بلبنان مثل ما قالوا، بس احلى منظر عن جد يعني، خضار وشلال يعني، عن جد تحس حالك بغابات الامازون عنا بلبنان. ف ما اعرف شو بدي احكي وشو بدي اعبر، بس عن جد اعملوا لايك سبسكرايب وشير. رح ضل صور كل ظهره من ظهره، رجعت نطوركم كلكم. شكرا لتعاونكم معنا اثنين، وفاطمه وغيرها كثير ساعدونا بالفلوج عن جد. وهذا كانت نهايه الفلوج، حتى لو ما عجبكم مش مهم، رح نضل نصور كل ظهرتنا. فبنشوفكم فيديو جديد. سلام. ما تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب. نشوفكم فلوج جديد. باي.